السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. الحمد لله. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أحدهم وولد صالح يدعو له. فهل الدعاء يقتصر على الولد فقط أم ممكن حد من الصالحين لو هل الدعاء يقتصر على دعاء الولد الصالح فقط؟ أيوة. ألم تقرأ أنت في كتاب ربك ربنا هب لنا عفوا ألم تقرأ في كتاب ربك رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. تمام. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ماذا؟ أكمل الآية. ربنا اغفر لنا تمام ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان تمام ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. جزاك الله خير يا شيخ. الله يسلمك.